نقوم بتحضير الحشوة الإسمنتية بهذه الطريقة. ملعقتان صغيرتان من الإسمنت، ثم نضيف لهم ملعقة من الماء، ونحرص على أن يكون الملاط في حالة متماسكة كما تشاهدون. نقوم بعجن الخليط الإسمنتي بين الأصابع لمدة لا تقل عن 3 دقائق، وهذا لغرض الحصول على أعلى صلابة ممكنة للإسمنت، وذلك بإخراج الهواء من العجينة الإسمنتية، والتي يمكن أن تصل إلى حوالي 600 بار أو 600 كيلوغرام على السنتيمتر مربع. تخيلوا معي، يعني لكل سنتيمتر مربع يمكن أن يتحمل الإسمنت قوة ضغط بـ600 كيلوغرام، وهذا يوازي تقريبا 3 أضعاف قوة ضغط خرسانة المساكن العادية. وبعد الانتهاء من تحضير العجينة الإسمنتية، نقوم بحشو الضرس كما تشاهدون في الفيديو، أي نأخذ قطعة صغيرة من العجينة الإسمنتية تكون بنفس حجم التسوس تقريبا أو أكبر بقليل، وبعدها نضع العجينة الإسمنتية في ثقب التسوس، ونقوم بضغطها بواسطة العود حتى نملأ التسوس بالكامل بواسطة العجينة الإسمنتية. والجيد أنه في تلك الفترة تقوم العجينة الإسمنتية بتنظيف تلقائي للضرس.